الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لي أعزائي التلاميذ في كل مكان. حصة اليوم موجهة للتلاميذ ديال جدع مشترك والأولى باك، طبعا مواد علمية. إذا اليوم غادي نديرو بعد ما درنا لي زينيكواسيون افيك فالور ابسولي افيك راسين كاري، اليوم غادي نديرو لي زينيكواسيون افيك كوسيون أو إنيكواسيون غاسيونال دون إر. اذا كما العاده غادي نديرو ان تيرابيل كيفاش يمكننا نتعاملوا مع هذا النوع ديال لي زينيكواسيون. اذا على بركه الله، كومون ريزودر اون انيكواسيون كوسيو او بيان اون انيكواسيون غاسيونيل بمعنى فيها الكسور. اذا على بركه الله، اذا عاده كيكون عندنا واحد ليكسبرسيون مي كنقولوا انيكواسيون يعني اون انيغاليتي ماشي ايغاليتي. اذا ليكواسيون كيكون فيها ليغاليتي، لينيكواسيون كيكون فيها لينيغاليتي. وكيكون عندنا غالبا هذا النوع ديال ا اكس واحد التعبير كيفاش ما يقدر يكون جودة مجموع تعبير اكبر من او يساوي واحد التعبير. دونك واحد ليكسبرسيون ا اكس سوبر ويغال واحد ليكسبرسيون اخرى. هاد ليكسبرسيون تقدر تكون سو فورم ديال برودوي، تقدر تكون سو فورم ديال كوسيون، تقدر تكون سو فورم ديال واحد يعني واحد ليكسبرسيون ريدويت. دونك دائما باش نحل هاد النوع ديال لي زيكواسيون خصني اون فا سوغامني ا زيرو، بمعنى غادي نحول كل شيء لواحد الجهه اما اليمين او اليسار. يبقى عندي واحد زيرو اما لاغوش ولا ادروات. علاش كندير هكذا؟ باش يمكن لي دابا يسهل عليا باش نيتيدي لو سين ديال هاد ليكسبرسيون اللي عندي هنا ا اكس موان بي اكس. دونك هادي سيت اون انيكواسيون ايكيفالونت. دونك مي كيكون عندي هاد كيف ما كان عندي هاد الشكل، دائما يجب ان نبحث على ترانسفورمي هاد ليكسبرسيون هاد لينيكواسيون الاولى اون اون اوتر انيكواسيون ايكيفالونت. Donc on va se ramener à zéro pour obtenir une équation équivalente. نمشيو للمرحلة الثانية. إذا كل مرحلة أنا دابا حنا كنشرحوا المراحل. Étudier le signe ديال هذيك ليكسبرسيون ديال AX moins BX. دونك هنا دونك الآخر عندي باين بيننا زيرو أدروات. دونك غادي نشوف نيتيدي كونت إسك هاد ليكسبرسيون AX moins BX إي سوبيريور أو إيكال أ زيرو. دونك هنا شنو كندير؟ هاد ليكسبرسيون باش نحولها دائما خصني نبحث اما يعني فاكتوريزي اون دو فاكتوريزي هاد ليكسبرسيون. احيانا كتكون معقده نريدويها يعني نبسط ومن بعد نولي عاود نفاكتوريزيها. دونك مادام الامر هنا يتعلق بون ايكواسيون كوسيون، دونك هنا غادي نفكروا في بعد اولا في ريدوير اون ميم دينوميناتور توحيد المقام. اذا نوحد المقام ومن بعد شنو غادي ندير؟ شحال ما لقيت ليكسبرسيون معمله يعني تكون فاكتوريزي كيكون عندي احسن. شحال ما كانت عندي الامور يعني نون فاكتوريزي يعني غيكون عندي متاعب. دونك هنا الخطوه الثانيه باش يمكن لي نيتيدي هذا لو سين ديال الاخر. دونك جو دو فاكتوريزي ليكسبرسيون ريدويت او بيان اكري سو فورم d'un quotient après avoir réduit au même dénominateur. D'accord. إذن هذه هي الخطوة الثانية. ثالثة باش نيتيدي هذا لو سين يستحسن استعمال ان طابلو. دونك اون دو بريزونتي سي ريزولتا دون ان طابلو دو سين. فوالا. إذن بريزونتي لي ريزولتا سو فورم دان طابلو دو سين. دونك هنا احيانا كنلجؤوا كنلقاو ان ترينوم ولا سواء في المقام او في البسط. دونك دائما نحاولوا من كنكتبوا واحد لوكوسيون غادي نشرح هذه العمليه. دونك نفرض هذه ليكسبرسيون غادي نكتبها نحولها على هذا الشكل هذا. دونك دائما نحاول نكتبها على شكل جوده هكذا، لان الجوداء تيصعب تحديد لو سيني ديالو. دونك حنا كنعرفو بون الا كان بوزيتيف دونك غادي يكون بوزيتيف.
كان هنا نيجاتيف نيجاتيف غادي يكون بوزيتيف، كان بوزيتيف نيجاتيف مثلا هكذا غادي يكون عندي نيجاتيف، ولا نيجاتيف بوزيتيف غادي يكون عندي نيجاتيف. دونك هنا كيسهل باش نحدو لو سين دي ان برودوي او بيان دان كوسيون. دونك عاود من كيكون عندي كوسيون عارف الفوق مثلا بلوس وهنا بلوس غادي يكون بلوس، الى كان موان سور لو في لو نيميراتور ونيجاتيف لو دينوميناتور غادي يكون عندي بوزيتيف، الى كانوا دو سونس كونترير غادي يكون نيجاتيف بحالو بحال البرودوي. دونك ها علاش كنقولوا اون دوا فاكتوريزي دي اكسبريسيون بور يعني بور فاسيليتي لي شوز. دونك هنايا باش غادي نحدو الطابلو سين احيانا غادي نلجؤوا مثلا كاين بزاف ديال الطرق كيفاش غادي يمكن نستطيعوا باش نعملوا يعني كومون فاكتور اون فا فاكتوريزي سيت اكسبريسيون سوا يعني بار يعني ريزودر هذيك واحد ليكواسيون يعني بار اون كالكول ديسكريمينو دو سترينو ومن بعد نلقاو لي راسين ومن بعد نعملوا. هذه الطريقه. كاين واحد الطريقه اخرى ديال انك تعمي اون فاكتوريز ديريكتومون عندي ليكسبريسيون ريدويت و لا فاكتوريز ديريكتومون يعني ابري فوقاش كنفاكتوريزوها ابري زافوار تروفي ان فاكتور كومون غادي وهي اللي غادي نديرو تقريبا الحاله اللي غادي ندير هنا. اذا عاده كنستعملوا لو ديسكريمينو. كاين غادي اليوم غادي نوريكم واحد الطريقه اخرى comment étudier le signe d'une expression à l'aide il a bien un صحه تعبير غادي نسميوها méthode de conjecture. بمعنى غادي نختار دي فالور اونتر الانترفال نعطي واحد لا فالور اونتر كي ابارتيان واحد الانترفال ونفيريفيها في الاكسبريسيون واش غتعطيني بوزيتيف ولا نيجاتيف. كاين لا ميثود غرافيك حتى هي غادي نحاولوا نديروها هنا في هذا التمرين يعني بلو غراف نعرفوا واش هاد الاكسبريسيون بوزيتيف ولا نيجاتيف. داكور دونك هنا عاده بين كنديروا نهضر على لو ترينون بعدا دونك عاده كيكون عندي واحد لاكس على الروبير كيكون عندي اذا لو ترينون غادي يكون عباره عن بارابول. دونك البارابول اما غادي يكون على هذا الشكل طالع الفوق ولا يكون باردو كيكون على هذا الشكل هذا. دونك هنا اللي كيكون ا بوزيتيف وهنا مي كيكون ا نيجاتيف ديال لو ترينو وطبعا مي كيكون طونجون لسميتو سواء نيجاتيف ولا بوزيتيف كيكون عندي على الشكل ديال ايدونتيرو ماركان. هنا كيكون هنا عندي كتشوفوا هنا ها لي راسين اف دو اكس يعني مي كنقولوا اف دو اكس كير زيرو دونك اكس 1 اكس 2 دونك يسانيول هنا. هنا مي كنقولوا بوزيتيف دونك ا بوزيتيف. دونك لاحظوا هنا هذه لا ميثود غرافيك ها لي راسين مثلا هذه اكس 1 اكس 2 هادو هما لي راسين اللي غادي نكون مثلا حسبتهم بطريقه ديال ديسكريمينو. اذا خارج يعني اور ديال هاد لي راسين شوفوا لا فونكسيون فين كاينه. كاينه هنايا اف دو اكس بوزيتيف اونتر لي راسين اي نقطه غادي ناخذها هاد المجال غادي تكون هنايا نيجاتيف. دونك هنا دونك اونتر لي راسين اف دو اكس نيجاتيف. علاش كتشوفوا هنا اي نقطه ناخذها في هذا الاخر ليماج ديالها كاين هنا دونك هنا الي نيجاتيف. مي كيكون نيجاتيف مي كيكون ا نيجاتيف كيكون عندي البارابول على هذا الشكل. دونك العكس مي كي اور لي راسين كيكون عندي نيجاتيف. اذا هنا اي نقطه ناخذها هنا ليماج ديالها غادي يكون هنا نيجاتيف والداخل اونتر لي راسين كيكون بوزيتيف. يعني اي نقطه ناخذها من هنا دونك كاينه غادي نلقاها هنا بوزيتيف. دونك مي كيكون عندي دوبل راسين كيكون راك تشوف كيكون طونجون لاكس ديال لاكس ديال ديال لي زابسيس. داكور اذا مي كنقولوا بوزيتيف واش راه بوزيتيف نشوف فين كاينه لا فونكسيون اللي
يعني او تسو ديال لاكس دي زابسيس، مي كيكون نيجاتيف كنقولوا راه او تسو او تسو دو لاكس دي زابسيس. اذا هذه لا ميثود جرافيك. دونك ديتيرميني لي راسين دو ليكسبريسيون ريدويت دو ا اس، سوا بار كالكول لو دلتا اللي هو لو ديسكريمينو، سوا يوتيليزي لو برودوي نيل. اذا احيانا ما نلجؤوش كاع لهاد لي ديسكريمينو، كنلقاو مفاكتوريزيوها ونلقاو لو برودوي نيل وصافي، كنقولوا ا بي ايكال زيرو ايكيفالون ا ايكال زيرو و بي ايكال زيرو، بالتالي كنلقاو لي راسين بسهوله. سوا كونجكتوري افيك دي فالور. اذا غادي نشوفوا هاد الشيء كامل ان شاء الله في هاد التمرين اللي غادي نديرو دابا. إذن من بعد آخر مرحلة هي دوني لونسوم دي سوليسيو، سواء باستعمال طابلو سين ولا باستعمال الجرافيك. إذن على بركة الله اكزرسيس ريزودر لينيكواسيون سيفون دون ار 2x سور x-4 سوبيريور هنا ستريكت 1 sur x plus 5. Donc il est strictement supérieur. Donc on a soumis à double i, là, équation double i. Donc on a bach n'arrive pas à cette équation qui est définie, c'est n'arrive le domaine d'y aller. Domaine de définition ou le domaine d'étude. Donc la solution déterminée dès l'ensemble des définitions de l'équation 2. Donc bach t'y connaît l'équation est définie. Sur R, si x-4 est différent de 0 et x plus 5 est différent de 0. Ah, oui, bien sûr. Je répète. L'équation I2 est définie sur R si x-4 est différent de 0 et x plus 5 est différent de 0. Donc, on a qu'un E. C'est-à-dire x différent de 4 et x différent de moins 5. دونك هنا عندنا باش يكون x-4 إيكال 0، إذا كاين دونك درت هاد الطريقة، كاين نديرو نشوفو فين كاين سانولي، نديرو مثلا x-4 إيكال 0، دونك x إيكال 4، دونك هنا ليكواسيون إي با ديفيني في x إيكال 4، ولا نديرو x بلس 5 إيكال 0، دونك x إيكال موان 5، دونك x ليكواسيون إي 2. 2i n'est pas défini en 5. Donc, il y a un hack ou un hack. Donc, x est différent de 4 et x différent de moins 5. Implique que x appartient à R moins, moins la paire moins 5, 4. Donc, le domaine est R moins la paire moins 5, 4. Donc, on va faire le modèle dans le domaine. Donc, pour tout x appartenant à D, on a 2x sur x moins 4 est strictement supérieur à 1 sur x plus 5, équivalent que, donc, l'expression, donc, il y a A de x est strictement supérieur à B de x. Donc, là, j'ai transformé cette inéquation en une autre équivalente. Donc, elle dit, est équivalent, elle dira une équation équivalente, donc AX moins B de X, strictement supérieur à 0. Donc, là, donc, je vais dire, le marahé, le drenak, bila, donc, là, je vais l'expression, par exemple, on va réduire au même dénominateur. Puis on simplifie et on factorise l'expression. On va rendre toute cette expression sous forme d'un quotient. D'accord. Donc, là, le dénominateur commun, donc on va multiplier les termes de la première fraction par x plus 5. 2x, x plus 5. Moins la deuxième fraction va être x moins 4. Ou le dénominateur est x moins 4 fois x plus 5. Donc, là, je vais dire, je vais développer.
دونك هنا كيبان لي ما كاينش عندي شي فاكتور باين هكذا فاكتور كومان. دونك اون فا ديفلوبي ليكسبرسيون اللي كاينه عندي في لو نيميراتور ايكيفالون. دونك كيساوي 2x كاري بلس 10x موان x بلس 4 سور x موان 4 فوا x بلس 5 اي سوبيريور ايكال ا زيرو. دونك شنو غادي ندير الان؟ جو في ريدوير يعني. دونك هنا عندي نجمع نحاول نغروبي لي تيرم هوموجين. دونك 2x كاري ايكيفالون ا 2x كاري بلس 9x بلس 4 سور x موان 4 فاكتور x بلس 5 ستركتومون سوبيريور ا زيرو. دونك هنا عندي جوج ديال الطرق. اما ندير نستعمل لو ديسكريمينو. دونك هنا لو ديسكريمينو هو دلتا ايكال بي كاري موان 4 ا سي. دونك هنا ا ايكال 2 بي ايكال 9 سي ايكال 4 بي كاري موان 4 ا سي. ومن بعد غادي نلقى x1 ايكال موان بي لي موان 9 موان راسين دو دلتا. هنا غادي نلقاو هنا دلتا شنو هي؟ 9 اس 2 هي 81. جوج في 4 8 8 في 4 32. دونك نحسبها معكم. اذا 81 4 في 2 8 8 في 4 32 11 ناقص 2 9 8 ناقص 4 4 دونك تعطيني 49. دونك دلتا تساوي ايتيغال 49. دونك x1 est égal à moins 9 moins racine de delta اللي هي 7 sur 2 2a a هي 9 donc sur 4 donc غادي تعطيني moins 16 sur 4 صافي تعطيني moins 4 donc x1 هي moins 4. نمشيو ل x2. x2 هي moins 9 plus 7 sur 2a sur 4 moins 9 plus 7 هي moins 2. moins 2 sur 4 غادي تعطيني moins 1 demi. دونك هنا غادي يعطيني هنا دو راسين اللي هما موان 4 و موان زان دو داكور. اون فاكتوريزي بهاك. دونك غادي يعطيني اكس 2x بلس 1 2x بلس 1 فوا اكس بلس 4. هذه باستعمال لو ديسكريمينو. انا هنا ما استعملتش الديسكريمينو، حاولت نفاكتوريزيها هكذا مباشره. غادي نديرو هذيك 9 اكس غادي نديكومبوزيها، غادي نكتبها سو فورم ديال 8 اكس بلس اكس. اذا 8 اكس بلس اكس فا فير اباغيت ان فاكتور كومون اللي هو اكس بلس 4. اذا على بركة الله 2 اكس كاري بلس 8 اكس بلس اكس بلس 4 سور اكس موان 4 هو اكس بلس 5. دونك هنا ا غوش عندي 2 اكس كاري بلس 8 اكس. هنا شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نخرج ندير نفاكتوريزي ب 2x 2x فوا x بلس 4. هي بانت لي لو فاكتور اللي هو قلنا x بلس 4. دونك ها هي هنا 2x فوا x بلس 4 بلس x بلس 4 سور x موان 4 فاكتور x بلس 5 استريكتومون سوبيريور ا زيرو. اذا نقول دائما هذا لو دروا هو اللي خصني نحاول نكتبو دائما سو فورم ديال كوسيوم. هنا عندنا هنا مثلا ليكواسيون قلنا كوسيون، ربما تكون عندي اكسبرسيون اخرى. دونك نحاول اما نكتبو سو فورم ان برودوي ديال دو فاكتور ولا سو فورم دان كوسيون. دونك هنا نزيد نكمل. دونك شنو هو الفاكتور كومون؟ دونك كتشوفوا لو دينوميناتور عندي مسالي، ما عنديش مشكل فيه. كاين اللي كيمشي ديفلوبي، كاين تلامذ اللي ربما يمشي يفكر انه دير. دونك الى ديفلوبيت لو دينوميناتور ما غيتوحد. اذا دائما نبحث على ان برودوي. دونك هذا راه عندي نفاكتوريزي نخليه هكا. اذا نحاول نفاكتوريزي لو نيميراتور. دابا هادشي اللي كندير دابا. دونك اكس بلس 4 فاكتور دو 2 اكس بلس 1 فوالا. دونك الان شنو دابا عندي ليكسبرسيون ديك ا اكس موان بي اكس اللي كانت عندي في الاول، حولتها على شكل ان كوسيون. لو نوميراتور سو فورم ان برودوي، لو دينوميراتور سو فورم ان برودوي. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نخدم ندير ان طابلو دو سين. طابلو دو سين مادام قالك دون ار، دونك غادي بحال اللي غادي نشتغل على واحد اون دروات ريال اللي هي موان لانفيني بلوس لانفيني. دونك هنا لي راسين شنو هما؟ موان 4 موان زان دومي 4 موان 5 هما لي راسين. هما اللي هضرنا قبيله على برودوي نول. اكس موان 4 فوا اكس بلس 5 ايكال هذا برودوي، برودوي ايكال نول. دونك ايكال ا
يعني اكس موان 4 ايجال 0 او اكس بلس 5 ايجال 0 سيتادير اكس ايجال 4 او اكس ايجال موان 5 الفوق عندي اكس بلس 4 فوا 2 اكس بلس 1 ايجال 0 دونك اكس ايجال موان 4 او 2 اكس ايجال موان 0 دونك هادو هما لي راسين دونك غادي نمشي ندير دابا لو طابلو دسي دونك هنا غادي نحط لي راسين دونك اكس اكس بلس 4 عندي 2 اكس يعني كاع دوك لي الحدود اللي عندي تما اللي عندي في ديك ليكسبريسيون ا اكس موان بي اكس لي فاكتور اكس بلس 4 2 اكس بلس 1 اكس موان 4 وعندي اكس بلس 5 ثم ليكسبريسيون فينال اللي هي كامل ا اكس موان بي اكس غادي نحط دابا لي بورن موان 1 بلس لانفيني ثم لي راسين اللي عندي عندي موان 4 عندي موان 1 دومي عندي 4 وعندي موان 5 دونك اكس بلس 4 سانول في موان 4 2 اكس بلس 1 سانول في موان 1 دومي اكس موان 4 سانول في 4 اي اكس بلس 5 سانول موان 5 دابا غادي نحدد لي سين دونك اكس بلس 4 فوقاش كيكون بوزيتيف غادي يكون بوزيتيف الا كان اكس سوبيريور ا موان 4 D'accord. Et donc là, on va dire x plus 4 est supérieur à 0. Faut cacher si x est supérieur à moins 4. Donc, à droite, il y a le moins 4. Là, du coup, on dit positif. Donc, le contraire, là, du coup, on dit négatif. Donc, il y a quand x est négatif. Donc, on dira x plus 4. Faut cacher, là, du coup, on dit strict, attention. لان عندي لك هنا خصكم تتابعوا لهاد القضيه هذه انا ستريكت دونك اكس اي تانفيريور ا 4 ا موان 4 دونك هنا ا غوش موان 4 داكوغ نفس الشيء هنا 2 اكس بلس ا اي سوبيريور ا دونك هنا مي هنا عندي كتلاحظوا لو كوفيسيون ديال اكس كلهم بوزيتيف دونك ما عنديش مشكل هنا في لو سونس ديال لينيغاليتي دونك هنا غادي يكون بلوس بلوس موان 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 هنا يساني لو 4 دونك هنا غادي يكون بوزيتيف وهنا نيجاتيف نيجاتيف لي يكون كانت عندي هنا موان اكس هنا موان غادي يكون العكس لو كونتر هذا الشيء اللي درناه هنا هنا غادي يكون بوزيتيف 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 نيجاتيف دونك هنا علاش هضرنا على هذا الشيء باش نكتبوه سو فورم باش نحدوا علاش كتبناه سو فورم دان كونسيون ولا سو فورم دان برودوي ها باش نفاسيليتيو على الامور على راسنا باش نحدوا دغيا لو سين ديالو دونك هنا ها عندك ان برودوي x بلس 4 فوا 2 x بلس 1 دونك موان فوا موان سي بلس لتحت عندك عاود هنا موان بلس دونك بلس في بلس دابا هنا عندي بلس على بلس كيما قلت لكم قبيله دونك عندي هنا بلس على بلس دونك غادي يعطيني هنا بلس هنا موان موان لو برودوي بوزيتيف دابا راه عندي كورسيون ها هو بوزيتيف وهنا موان بلس دونك غادي يكون عندي موان برودوي هنا موان فوا بلس موان ولكن بلس على موان غادي يعطيني موان دونك هنا غادي يكون عندي موان وهنا باش تحدوها اما بهذه الطريقه او غادي نحسبوا لو نومبر ديال لي سين نيجاتيف الا كان عندي بير غادي يكون بوزيتيف هنا بحال عندي هنا لو نومبر ديال لي سين بير بوزيتيف عفوا لو نومبر ديال لي سين نيجاتيف اي بير دونك هنا غادي يكون بوزيتيف هنا امبير دونك نيجاتيف هنا بير 2 دونك غادي يكون بوزيتيف اما ندير هذه الطريقه ولا غادي ندير بلس فوا هنا بلس فوا موان دونك غادي يعطيني موان داكور موان في بلس غادي يعطيني موان وموان على موان سي بلس دونك اما الطريقه اللي قلت لكم ولا هذه هنا عندي ان امبير دونك هنا موان هنا ما عنديش دونك بوزيتيف داكور دونك لو دومين ديال فوقاش غادي يكون عندي هاد ليكسبريسيون داكور هنا فوقاش غادي يكون عندي هنا باش نتفاهموا اكس موان 4 هنا في ليكسبريسيون هنا راه عندي هنا كيكون زيرو عاود هنا تعطيني زيرو ثم هنا يجب الاشاره بان هنا اكس في راه 4 ني با ديفيني دونك هنا كندير واحد الشطر هكا
n'est pas défini en 4 et en moins 5. Donc, n'est pas défini là. هنا كنديروا العلامه هذه داكور اذا هذا هو دونك لونسومبل سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هو ليونيون ديال 3 انترفال لانترفال موان 5 موان لانفيني اونيون موان لانترفال موان 4 موان زان دومي اوفير باسكو عندي ستريكت وعندي هنا 4 بلس لانفيني اوفير داكور من بعد غادي نمشيو للطريقه الاخرى ديال لا كونجيكتور اذا هنا استعملنا هذه الطريقه هذه يعني استعملنا كاع لي فاكتور درنا لهم لي سيني ديالهم الطريقه الاخرى غادي تشوفوا شكل اخر يلا بسم الله اذا غادي نوليو نديروا هذا الشيء بالبروب دونك اكس بلس 4 عندي هنا لي بوزيتيف ا دروا دو موان 4 اي نيجاتيف دو موان 4 جوسكا موان لانفين 2x plus 1, il est positif de, à partir de moins 1,5 jusqu'à plus l'infini, et il est négatif de moins 1,5 jusqu'à moins l'infini. X moins 4, il est positif à droite de 4, et négatif à gauche de 4. X plus 5, il est positif à droite de moins 5, et négatif à partir de la gauche d'IL, moins 5, à gauche de moins 5. D'abord, comme je vous l'ai dit, il y a le nombre d'IL des signes négatifs pairs, il y a des positifs. Ou là, il y a des moins fois moins, ça fait plus. Le texte, il y a des moins fois moins. D'abord, quand je vois là, il y a moins fois moins plus. Le texte, moins sur moins plus, plus sur plus, ça va dire tenir plus. Il y a une autre parité. أو نقول بما أن عندي لو نومبر ديال لي سين هنايا ديال نيجاتيف بير دونك بوزيتيف راه باين بوزيتيف إن أنا خصني نشوف فين كاين لأن عندي بوزيتيف عندي ستريكتومون سوبيريور كون كان عندي ستريكتومون انفيريور غادي نهم نشوف فوقاش يكون عندي هاد ليكسبرسيون نيجاتيف إذا خصني ننتبه لهاد الحوايج هاد فوالا دونك كيما شرحت لكم إذا راه كله كاين بوزيتيف في الانترفال moins 5 moins l'infini, moins l'intervalle moins 4 moins 1,5 ouvert, ou 4 plus l'infini. Donc, l'expression est positive quand si x, quand x est égal appartient à l'intervalle, l'union des trois intervalles. Donc, S, il y a l'intervalle moins 5 moins l'infini, union moins 4 moins 1,5, union 4 plus l'infini. دونك دابا غادي نمشيو للطريقه الثانيه ديال سميناها الكونجيكتور ان صح التعبير فوالا دابا غادي نحط اكس هادي لا دوزيام ميثود باش نيتيديو لو طابلو دو سين ديال هاد ليكسبرسيون هاد دونك اكس بلس 4 2 اكس بلس 1 اكس موان 4 فوا اكس بلس 5 دابا درتهم جوج مرات غادي تعرفوا علاش وغادي نحد في نفس الوقت بحال اللي درنا في الاخر غادي نحدد بحال اللي عندي دروات ريال موان لانفيني بلس لانفيني ونحط لي راسين ديالهم موان 5 موان 4 موان 1.5 4 دابا اش غادي ندير كتلاحظوا درت هاد عمدا درت هذا عمدا شنو هما لان هنا لي فاكتور اذا باش نشرح هنا دونك هذا اش على من كيدل كيدل على اكس بلس 4 هذا على من كيدل على 2 اكس بلس 1 هذا على من كيدل كيدل على اكس موان 4 هذا على من كيدل كيدل على اكس بلس 5 وهكذا كلهم دابا شنو غادي ندير دابا غادي ناخذ واحد لا فالور دابا درت لي زانترفال غادي ناخذ واحد لا فالور ناخذها من كي ابارتين هاد الانترفال موان 5 موان لانفيني من بعد غادي ناخذ ونفيريفيها هنا رومبلاسيها هنا في اكس ونشوف الريزولتا واش غيتكون بوزيتيف ولا نيجاتيف كانت نيجاتيف ندير نيجاتيف كانت بوزيتيف ندير بوزيتيف نفس الشيء هنا ناخذ اون فالور كي ابارتي على الانترفال موان 5 موان 4 ونفيريفي هنا نجيبها هنا الاكس ونفيريفي ونحسب اكس بلس كاش شحال تعطيني 2 اكس بلس شحال تعطيني من بعد كندير لا ميتوبليكاسيون ديال لي سين ونشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف وهكذا دونك هنا شنو درت هاد لا ميثود قلنا لا ميثود ديال
سميتها هي الكونجكتور، يمكن تكون عندها شيء اسم اخر، الله اكبر على الحق. اذا على بركه الله، اذا غادي ناخذ واحد لا فالور كي ابارتي لانترفال موان 5، بحال مثلا ناخذ مثلا موان 6، اش غادي ندير هنا؟ غادي نروبلاسي موان 6 في اكس بلس 4. إذا تعطيني موان 6 بلس 4، موان 6 بلس 4 تساوي موان 2، دونك هنا نيجاتيف، دونك العامل الأول الفاكتور الأول نيجاتيف. غادي نمشي نرومبلاسي موان 6 في الدوزيام فاكتور، 2 فوا موان 6 صافي موان 12، موان 12 بلس 1 صافي موان 11، دونك هنا نيجاتيف. نمشي لتحت الدوميناتور، الدينوميناتور، إكس موان 4، موان 6 موان 4، إذا باين هنا مجموع عددين سالبين نيجاتيف. موان 6 بلس 5 غادي نرومبلاسي في دوزيام فاكتور ديال لو دينوميناتور، موان 6 بلس 5 صافي موان 1 دونك نيجاتيف. دابا غادي نشوف عندي نيجاتيف و نيجاتيف سي بوزيتيف، ولتحت نيجاتيف و نيجاتيف بوزيتيف، بوزيتيف سير بوزيتيف سي بوزيتيف. داكوغ، دابا غادي نمشي للانترفال موان 5 موان 4، ناخذ شي فالور تما، دونك ما عنديش شي فالور تما ناتوريل باينه صحيح. دونك انا شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ الميليو ديالهم موان 5 موان 4 صافي موان 9 سور 2، ونجي رومبلاسي عليه. دونك موان 9 رومبلاسي نبدا دابا دايما بلي فاكتور اكس بلس 4، غادي نرومبلاسي اكس بار موان 9 سور 2، موان 9 سور 2 بلس 4 غادي تعطيني موان 4.5 بلس 4 صافي موان 2 صافي نيجاتيف. نمشي للاخرى موان 9 2 فوا 2 غادي نسامبليفي بار 2 تبقى موان 9 بلس 1 دونك سي موان 8 سي نيجاتيف. نهود لتحت موان 9 سور 2 موان 4 دونك هنا لا سوم ديال 2 زونتي نيجاتيف دونك نيجاتيف. عاود نمشي لاكس بلس 5 موان 9 سور 2 غادي تعطيني موان 4.5 بلس 5 دونك غادي تكون ريزولتا بوزيتيف لان 5 كبير على ناقص 4.5 دونك غادي تعطيني 0.5 بوزيتيف. دونك الفوق عندي نيجاتيف و نيجاتيف سي بوزيتيف، والتحت نيجاتيف فوا بوزيتيف سي نيجاتيف، دونك بوزيتيف سير نيجاتيف سي نيجاتيف. نمشي لانترفال موان 4 موان زان دومي، غادي ناخذ مثلا شنو غادي ناخذ؟ موان زان، ناخذ موان زان، موان زان بلوس 4، رجع لهي ليكسبريسيون عندي لهي، موان زان بلوس 4 صافي 3 بوزيتيف، دوزيام فاكتور 2 فوا موان 2 موان 1 صافي موان 2 بلس 1 صافي موان 1 دونك نيجاتيف. نهود لتحت موان 1 موان 4 دونك لا سوم ديال 2 زونتي نيجاتيف دونك راه نيجاتيف. موان 1 بلس 5 موان 1 بلس 5 دونك لا سوم هنايا غادي تكون بوزيتيف لان 5 نحيدو منها واحد تعطيني 4 بوزيتيف. عاود الفوق عندي بلس بوزيتيف و نيجاتيف صافي نيجاتيف، نيجاتيف لتحت في الدينوميناتور نيجاتيف و بوزيتيف نيجاتيف، نيجاتيف مع نيجاتيف سي بوزيتيف. نمشي للانترفال موان زان دو 4 وغادي ناخذ 3 مثلا، اخذ 0 احسن، دائما نحاول ناخذ لي فالور اللي بساط داكور باش ما نعقدش الكالكول. 0 بلس 4 ها ساهله باش دابا 4 لي بوزيتيف. نمشي لها الدوزيام فاكتور 2 فوا 0 سي 0 بلس 1 صافي بوزيتيف. نهود لتحت 0 موان 4 دونك سي موان 4 سي نيجاتيف، 0 بلس 5 سي 5 سي بوزيتيف، بوزيتيف فوا بوزيتيف سي بوزيتيف، لتحت نيجاتيف فوا بوزيتيف سي نيجاتيف، بوزيتيف سير نيجاتيف دونك سي نيجاتيف. نمشي للتالي 4 بلس لانفيني، غادي نشوف يمكن خديت 5، 5 بلس 4 سي 9 بوزيتيف، 2x بلس 5 2 فوا 10 2 فوا 5 صافي 10، 10 بلس 1 سي بوزيتيف، 5 موان 4 سي 1 دونك سي بوزيتيف، 5 بلس 5 سي 10 صافي دونك بوزيتيف، دونك بوزيتيف فوا بوزيتيف سي بوزيتيف، ولتحت بوزيتيف بوزيتيف، بوزيتيف سير بوزيتيف دونك سي بوزيتيف. دونك عندنا لا ميم شوز، دونك هنا هاد ليكسبريسيون ديال ا اكس موان بي دو اكس اللي بوزيتيف كونتيست سي اكس ابارتيان ا لا يونيون دي زي 3 انترفال موان 5 موان لانفيني موان 4 موان 1 دومي اي 4 بلس لانفيني. فوالا، دابا غادي نمشي لا ميثود جرافيك. لا ميثود جرافيك بمعنى هذيك ليكسبريسيون اللي درنا، راه عندي هذه، عندي ان كورسيو
إذن هاد x بلس 4 2 x موانس شوفوا هنا في الطابلو هي هذه هاد لا فونكسيون اللي راه عندكم هنا دونك راه عندي هذه x بلس 4 يعني هاد البرودوي هاد البرودوي هو 2x كاري بلس 9x بلس 4 دونك اما كما قلت لكم قبيله اما الطريقه اللي ديال التعميل ولا نديروا لي ديسكريمينو دونك لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديال هاد ترينوم هي هادي دونك فين كيسانيولي هنا هاهو ا و بي كما كنقولوا هنا التقاطع مع لاكس ديال لي زابسيس دونك هنا شنو هما لي راسين هما لي بوان د انترسيكسيون ديال لا كورب ديال لا بارابول افيك لاكس دي زابسيس دونك هنا ا موان 4 0 و بي موان 0.5 0 يعني موان 1 دومي دونك هنا لاحظوا هنا خارج ها فين خارج ديال خارج ديال لي راسين هو هذا هما دونك هنا شنو عندنا الي بوزيتيف و في الانتيريور اونتر لي راسين هما هنايا هادو هنا وشنو كيداير هنا لا كورب لي نيجاتيف هنا لاحظوا هنا الي اوتسو ديال لاكس ديال لي زابسيس دونك الي نيجاتيف دونك هنا اي نقطه ناخذوها من هذا ليماج ديالها غادي يكون هذا دونك لي نيجاتيف لهذا هنا داكو هنا المفروض راه عندي مول انفيني هنا بلس انفيني داكو دونك هنا الي بوزيتيف اونتر موان 5 بلس انفيني هنا اونتر موان 5 و موان 4 دونك هنا فوالا هنا عندي موان 4 ها هي موان 4 هنا هنا راني داير حتى لي راسين ديال لوتر ديال اللي كاين في ليكسبريسيون ديال لو دينوميناتور دونك هنا يعني هنا خارج موان 4 موان 0.5 هي المهم لي راسين ديالها هما هاد الخارج ديالها هو هاد اغوش دونك هنايا بوزيتيف منا بوزيتيف منا بوزيتيف دونك هنايا المفروض راه هنايا اوكي شي حاجة ديال شي عطب تقني اسمح دونك هاد موان 5 بحق راه هنايا موان 5 دابا راه في البلاصة ديال موان لانفين دونك كتشوفوا في لو جرافيك اللي غادي يهمنا هو الجراف وريتكم خارج لي راسين موان 4 موان 0.5 اللي بوزيتيف على حساب لا كور لاحظوا هنا ولتحت الي نيجاتيف اونتر لي راسين هذا بالنسبه البرودوي ديال ليكسبريسيون اللي كاينه في النوميراتور دابا غادي نمشي ليكسبريسيون دابا غادي نمشي ليكسبريسيون اللي كاينه في لو دينوميناتور اذا ليكسبريسيون اللي كاينه في لو دينوميناتور شنو كاين عندي اف دو اكس هي يعني ليكسبريسيون فاكتوريزي هي اكس موان 4 فوا اكس بلس 5 يا دونك هذه سو فورم دان بارابول دونك توجور البارابول طالع الفوق لان لو سين ديال ا بوزيتيف دونك فين كاين كيتسانيو كيتسانيو في ا في 4 و موان 5 دونك لا كور كوب لاكس دي زابسيس اون بوان دابسيس موان 5 0 و 5 4 0 4 0 اي 4 0 موان 5 0 دونك هنا اور لي راسين موان 5 كتلاحظوا هنا 5 و موان 5 اي 4 اي لي بوزيتيف لاحظوا هنا لا كور كاينه او دوسي ديال لاكس ديال لي زابسيس فوق اونتر لي راسين موان 5 اي 4 هذه راه 4 هنا كتلاحظوا لا كور كاينه لتحت اي لي نيجاتيف لان هاد لا كور كاينه او دوسو ديال سو تروف او دوسو دو لاكس ديال لي زابسيس اذا في الطابلو كتلاحظوا اغوش يعني اور موان 5 اي قلنا 4 اي لي بوزيتيف اونتر لي راسين اي لي نيجاتيف
دونك هذه كل يعني الفوق درتو لو سين ديالو بوحدو ولا لا كور والاكسبرسيون اللي كاينه في المقام حتى هي درت لها لو سين ديال. دابا غادي نمشيو جلوبال نمشيو لو سين ديال الاكسبرسيون جلوبال. وانا كتلاحظوا درتهم بجوج هنا باش كيبان لكم الا بغيتو تشوفوهم هنا بطريقه اخرى. انا درت لي كورب كلهم بجوج ودرت لهم طابلو بوحدو. دابا غادي نشوفوا ليكسبرسيون ديال الطابلو ديال لو سين ديال لا كورب كامله. اذا ها هي. اذا فين قلنا هذه لا كورب كامله ديال هاد ليكسبرسيون ديال لو كوسيون بمعنى اكس بلس 4 فوا 2 اكس بلس 1 سور اكس موان 4 اكس بلس 5 سمينا لو كوسيون. دونك كتشوفوا هنا كتلاحظوا هنا هاد لي دروات روج يعني لا فونكسيون او لينيكواسيون ني با ديفيني ني با ديفيني اون سي دو بوان يعني موان 5 او 4. دونك هنا لاحظوا هذا هو لو دينوميناتور ني با ديفيني اون 4 اون اكس ايغال 4 او اكس حسب الدومين اللي درنا اكس ايغال ني با ديفيني اون موان 5 لهذا درنا هنا. دونك هنا اكسكلو انا هذا موان 5 اي 4 اكسكلو. دونك هاد هي هذه راه هنا لاحظوا. اذا فوقاش قلنا الي بوزيتيف شوفوا هنايا اونتر دونك هنا كاين موان لانفيني. دونك هنا موان لانفيني بلس لانفيني. دونك هنا كتلاحظوا فين كاين بوزيتيف ها لو كوسيون قلنا هاو موان 5 جوسكا بلس لانفيني فين هي موان 5 ها هي لا فونكسيون ني با ديفيني او موان 5 كتلاحظوا هنا اللي هنا واحد كاين لا صوت لا سامبتوت. دونك هنا موان 5 موان لانفيني كتشوفوا لا كورب الفوق او دوسي دو لاكس ديال لي زابسيس داكور اونتر موان 5 اي موان 4 ها موان 5 ها موان 4 موان 5 هاي موان 5 موان 4 هي هاي هاي هي دونك اونتر موان 5 لهنا كتشوفوا لا كورب كاينه لتحت كاينه او دو او دوسو هاي داكور اونتر موان 4 اي موان 1 دومي كاينه بوزيتيف فين هي موان 1 دومي ها هي موان 4 موان 1 دومي هي هذه ا هي موان 1 دومي و بي موان 4. شوفوا لا كورب هنا فين كاينه كاينه الفوق فوق لاكس دي زابسيس دونك هنا اللي بوزيتيف. كنمشيو عاود من موان 1 دومي اللي هو حتى الأربعة 4 4 قلنا لا فونكسيون ني با ديفيني. دونك شنو كاينه لا فونكسيون الي نيجاتيف كاينه او دوسو ديال لاكس ديال لي زابسيس. ثم كنمشيو من 4 بلس لانفيني ها 4 هاد لاكس شوفوا لا كور فين كاينه كاينه الفوق ديال لاكس دي زابسيس دونك الي بوزيتيف. دونك هنا اعزائي التلاميذ حاولنا نديروا جميع الطرق باش نوصل لكم المعلومه. نتمنى ان تكون توفقت وكمال الله ودعوا معنا وما تنسوش تبارطاجيو مع الزملاء ديالكم تعميما للفائده ودعوا معنا والله يسهل الامور.